الخضار شغال، انا عايز اخش على طاجن التورلي عشان بياخد وقت في تسوياته وفي تدريج التسويه بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. طاجن تورلي من طراز الهندي عشان الصوص مش اكتر. تمام تمام، عندي بس النار. بسم الله. طيب نعمل التورلي ده بايه؟ زبده ولا سمنه ولا زيت؟ والله انا شايف ان ممكن نعمله بزبده وزيت، خفيف خفيف كده. ناخد معلقه زبده مع معلقه زيت مش اكتر، بس الاول وانا رايح عشان ما احرقش حاجتي اخد البصلايه اسيبها تنزل الاول معايا. شوف كده انا قصدي ايه؟ اهو خدت بالك؟ والزبده في ايدي عشان الحله سخنه، انزل بالزيت بسم الله واعمل كده. خدت بالك انا عملت ايه؟ التفاصيل دي ممكن تفيدنا. في ايه بقى تفيدنا يا شيف؟ ان ما نحرقش الحاجه بتاعتي بسرعه. ابقى ايدي بالحاجه بسم الله، عامل كنترول بدل ما انزل احرق الحاجه مره واحده. البصل فيه ميه هيهدي شويه النار. تمام ولا لا؟ الحاجات دي صغننه جدا. طيب ابدا اجيب حاجتي بقى كلها على الهادي. ايه بقى الحاجه بتاعتك بسم الله؟ بصل والجزر، وعندي فاصوليا خضراء، وعندي بسله، وعندي كوسايه، وعندي فلفل اخضر. كل اللي نفسي فيه كله، معلش بقى دمهم كده كده وكده وكده، بروح رايح على هناك انا اظبط نفسي. تقلقوش. العجينه اخبارها ايه يا استاذنا؟ معانا ولا علينا انت؟ تمام ماشي الكلام. البسله في الاواخر، الفلفل، الفاصوليا نفس الكلام. انزل بايه دلوقتي بقى؟ انزل بالكوسه بسم الله، اتشوح معاهم. شوف الملامح، انا عاملها مصري قوي علشان شو عارفين، بس ايه سيب موضوع الهند ده كركم وكاري فقط لا غير، بيحط له الانواع الالبان تانية، انا مش هعمل كده. وانزل عندي بيه فلفل تشويح، فص الثوم الشياكه الشرايح، فلفل حار حسب الرغبه، فلفل احمر وده مهم جدا في التورلي لو كان حتى بلدي، بطاطسايه فيها ميه اصفيها وارجع تاني. العجينه ايه اخبارها؟ شايفينها يا فندم؟ سيبها برضو تخليها تاخد وقتها. وموضوع الزبادي اهي، حد شاف حاجه؟ نرجع لها تاني اهو كده. اهو كده تمام. اروح اعمل ايه بقى؟ هنا كنت بتكلم عليه، اقدم عليها دي عشان الزبادي تلم بقى تاني. ارجع تاني للخضار، معايا فندم الخضار. توم ريحته حلوه جدا، سنه الزبده والزيت مش اكتر ولا اقل. عفوا انا اسف جدا، ده فلفل؟ فلفل. وانت عندي بيت الخضار؟ لا الحمد لله، الحمد لله شكرا. ايه رايك في العجينه؟ خدت بال حضرتك يا فندم؟ الامور وسط التحدي فين؟ لمت ولا لسه؟ لمت، سيبها خلاص كده، هي لمت خلاص زي الفل. يعني ايه لمت؟ يعني لازما العجينه زي ما حطيتها اشيلها، يعني ايه؟ عفوا حله العجينه زي ثانيه واحده. انا ما اقدرش. طيب بص انا قصدي ايه؟ يعني العجانه بسم الله زي ما بدات زي ما انتهت، ما فيهاش حاجه خالص، تطلع معايا نفس القصه. خليها بقى تاني، انا احب اخلي العجينه تتخدم شويه على الهادي خالص بسم الله. ايوه تلمي نفسها كده واحده واحده. تعال نقفل بقى الكلام الحلو ده في الطماطم بسم الله. وعلى صوص الطماطم ده احب احط مرقه اكتر، خلي صوص خفيف بسم الله. بس شفت دي مرقه؟ الناس تختلف معايا، تحط مرقه كتير على الصلصه خليها صلصه بس. اقول لك والله يعني كل واحد وراحته، بس انا احب اسوي الخضار في مرقه مش في صلصه لعده اسباب، واولهم ان الخضار لو اتسوى في صلصه عادي جدا يغمق ويقصر الصوص ويتقل ما يبقاش لطيف، ولو اتسوى في صلصه ما فيش حاجه اسمها ان بطاطسايه هتستوي في صلصه هتهري، مش تبقى زي ما حضراتكم متخيلين. طاجن التورلي ينزل، متشكرين لحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، خلصان بس كده يطلع على طول على المائده. طاجن التورلي بالخضار وموضوع البتنجان عشان ما انساش، بس معلش حط على وش في الاخر
عملناه بقى هندي، عملناه مصري، احنا طريقتنا واحده. الباذنجان المحمر ما بيخشش الفرن، لو دخل هو اصلا محمر فمش محتاج تسويه خالص. بس بعمل ايه في الاخر؟ بص كده حسين معايا على الفينش كده، بص بعمل ايه وروح بقلب. بص منظر الخضار بقى لما يتقلب مع التور دي كله بقى في بعضه بالباذنجان، شايف الصوص عامل ازاي؟ خفيف مش تقيل في اللطافه. موضوع الكركم وكاري ده اختياري مش اكتر ولا اقل، انا مدي تاتش بسيط برضه عشان ايه يبقى كله تمام.